كوني نجم. كنت نجم وممكن نعطي ممكن ما قلت لك ممكن كنت نعطي إضافة كما أصحابي الآخرين الكل يعني إيش أنا ما قلت لك أنا يعني أما خاطر نحس روحي نحب الحاجة هذيك علاش ترفضت مغروم ياسر مش ترفضت لا 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 ما جاتش الفرصة ثمانية فما حابيت ما شافونيش كوني أنا كنت كابابل باش نعمل حاجة باهية راضي ما شافك شو كان راضي وقت لا 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 راضي قلت لك راضي راضي هو اللي حل الباب ما شكون ما شافكش تول غدوة بعد غدوة نقول راضي هو اللي كان معايا وكان حل الباب وحتى كان تغش عليا مرة علاش نحكي لك حاجة ضحك هي اما بعد عرفت احترام متبادل خاطر كي نغزروا لبعضنا في عينينا نفهموا بعضنا مليح ورازي انسان محترم ونتمنى له كل خير علاش تغش عليك مره ترجي و و و وسيابي في المنسى تروح شامبيونا تروح شامبيونا حاسيل ومن بعد في التخطف في الضحك الضحك الحكايه صورنا لي زاكوتي كل شيء مش نقص صورني سمير التفنوتي مع يعني لوطا نستناو في 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 سيفري فينال سيفلي فينال نتاع ماتش واحد اخر باش وقتها لاسبيرونس يعلن بطل ليش يا كاو يعني يوزع كوت ان ذا اكت كما يقول لك يعني تشديت بالكمشه من بعد تتغشى قال لك يعني قال لك هو انت ما عادش تمشي ماتشات هذوما كل شيء يا رازي كيفاه يا رازي كيفاه حاولت نقنعه كل شيء بالزهر لو لوندما لو تون جريده لو تون نطلع في الصفحه الاولانيه مع جوارات في وسط التيران نستناو في السيفلي فينال نتاع الماتش الاخر نسيت انا هو وقتها كانت كنت تتحكم في مشاعرك وقتك ايه ما تتحكم في مشاعري ما انا ما عملت حد شيء انا كنت بتتر نضحك بتتر نجري بتتر ما عملتش يعني حاجة ما خارجة على النفاق تجري من الفرح انا نجري عادي عادي ما تعتبرهاش غلطة وقت هذيك شي ممكن اي ولا ممكن صغير عندي عام عامين من اللي دخلت اما ما تعديت على حتى حد ما جرحت حتى حد قلت لك هاني قلت لك يعني حكيت معك كل صراحه كل صدق فهمت ما بعد رجعنا نورمال صح حادثه هذيك بعدتك على الماتشات نو 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 لا والله ليه لا بعد رازي هاني قلت لك مشى من 21 للكانال 7 عام 2000 وقت جوز اولمبيك في سيدني قال لي باش تجي معايا هاكا نمشيو على حد الرياضي العام الجاي باش انت من التيم اللي باش يخدم معايا تكمل معايا اعطيته الكلمه ومن بعد في كانال 21 تراجعت علاش علاش خاطر على خاطر حاسك تحسب في الكلام لا ما تبي تحسب شنو فما فما لا اللي هاني قلت لك انا قلت لك نحكي لك كل صدق شنو صار بالضبط انا حكايات ماهمش كل حكايات الخطيره والكبيره قالوا لي كونك بوتيت باش نعطيوك فرصه في قناه 21 الشخص اللي حكى معايا وقتها باش نعطيوك فرصه باش تظهر اكثر باش تعملها قلت بوركوا با انا مازلت نقرا شنو صار ما عندي يعني هاني قلت لك مازلت في مفترق طريق ماني عارف روحي شنو نعمل فهمتك تلفزه ما غير حد شيء يا كمل في قرايتي ماني عارف شنو روح مانيش عارف روحي شنو نعمل فهمت قلت له ليه نحن نقعد في كانال 21 ايه عطيته الكلمه واسمي يطلع في الجرايد ها التيم اللي باش يخدم مع راجي بعد مدرا قداش اي من تقاسيم وجهك عملت انت حتى انا كيك نتذكرها تو مشيت له قلت له راجي راهو اسمع خليني نزيد شويه في 21 راهو قالوا لي باش يا ودي كيفاه باش تجي معايا راهو قلت له ما يسالش خليني باش تجيني الفرصه كل شيء تغشش وقتها ومن بعد سبحان الله يعني مره اخرى مشينا ورجعت حتى خدمت مع رازي في لحد الرياضي تقارير نتاع الرياضه العالميه وخدمت في 21 طلعت خدمت شويه مش برشا مش كيما حبيت انت علاش شنو صار على خاطر مش ما لقيتش الناس اللي اقترحوا عليا وقتها ما كانوش في عند كلمتهم فهمت اللي هو شكون مش لا فايدة في ذكر الأسماء. نسمة صباح أيضا كانت ديك أخرى. بب بيان سور. ما ننساهاش كنت جايك ليها كنت جاي قوية شكون اللي فتح لي أبواب التلفزة التونسية
قناة سبعة وتلفزة الوطنية على مصراعيها. زاد زكية حديجي نوجه لها كل التحية. حتى نوجه لها تحية أستاذ تقريبا عندها في معرض الصحافة. نوجه لها كل التحية. امرأة مثقفة وخذت بيدي وبيدي ناس برشا والشباب برشا في الوقت هذاك. وكان كونسيبت قوي ياسر ونجح برشا. نسمة صباح يعني بورتون راهو توانسة يكون معدل عليها الصباح. والله وقتها يا سيدي اقترحت عليا، تعرفت على زكية وقالت لي تاخذ الروبريك نتاع الروبريك اللي مازالت فاضيه وقتها قاعده تاسس هي نو سبور وقتها ندرى شكون ماخذو. كان قالت لي عندي كان روبريك كولتور اي سينما. عرفت البوش من عند ربي، قلت اوكي بيان سور خلينا نتوكل. وانت مغروم كنت سينما. انا كنت انا وصاحبي محمد هادي كل نهار اربعة ولا ثلاثة ولا خميس اي فيلم جديد نمشيو نتفرجوا فيه. تابعين. نتفرجوا وكل مجلات نتاع السينما وكل شيء ونتناقشوا حاسيلو. مغروم مش بغرام الكورة. نفهم شوية. اي تابع شوية. ومن احسن الروبورتاجات اللي عملتهم في مسيرتي كان على روبورتاج على سينما في مدينة حمام الأنف كان متداعي للسقوط. نسيت اسم السينما لومبير يظهر لي. سينما لومبير. يعني الروبورتاج هذاك خلاه متلهو بيه. خلى نوع عطاء صدى كبير برشا. بعد جات الألعاب المتوسطية. الألعاب المتوسطية قلت أنا كملت سيزون به الحمد لله سينما وكل شيء يا خلني نرتاح شوية. 2001 اجتماع نسمة صباح زكية قالت لي باش تأسس لي أنت توا الصفحة الرياضية. إي أوكي مرة في الجمعة. قالت لي لا يوميا كل يوم خمس أيام في الأسبوع. إي يعني كيفاش باش نعمل؟ حسيت وانت تقرا وقتها؟ اي نقرا ما فاكونس وقتها ما خمس ايام في الاسبوع شنو باش كيفاش؟ برشا اي لازمك يعني لازمك كونتينيو. حطتك في في الواجهة. حطتني في الواجهة ما كان عندها فيها ثقة كونه نجم نعمل حاجة. الضيوف ربليك خمس دقائق قداش؟ اي ما ضيوف ضيوف خاطر وقتها تونس كلها كانت جندت لانجاح الحدث هذاك. صحيح اللي كان ناجح. صحيح الالعاب المتوسطية 2001 احنا يا سيدي تبعناه من جويي حتى ضربة البداية. والعبد لله كنت يوميا متابع يعني الاعداد مع اصحابي الكل في نسمة الصباح اللي نوجه لهم تحية كبيرة. شوقي طويل وقتها وجرموني عبد الحميد وحنان زعزاع واصحابي الكل. الناس الكل وقتها. اما انا كنت وليت كما تقول بروديوسر صغير ونقدم في الريبريك هذيك. يعني كل يوم واللي تتقدم كل يوم واللي تعمل كل يوم تحتك بالناس تكلم في الناس تكلم في الجودو اسكندر حسن موسى رياضات الكل. عبيت تعرفك وليت من وقت شوية 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 حتى النهار اللي ما يكونش عندك خبر تقوم الصباح هي ستة لازم تكون في التلفزة، الخمسة لازمك تحل الانترنت تشوف شنو هو الاخبار الجديد. تتكلم كيما انت توا كان ما كانش عندنا سمارت فون. نمشي نحل الانترنت في التلفزه الصباح باش ناسس هكا الروبريك هذيك كي يبدا ما عنديش ضيف. مشات الامور هذيك الحمد لله. نسمة صباح زاد حلت لي بيبان كبيره اللي هي بيبان النشره الرياضيه اللي الكونسيبت جديد في الاخبار نتاع الثمانيه. ومن الناس زاد اللي دعموني مدام فتحي عداله. باهي حكيت برشا على الناس اللي دعموك، شكون احكي لنا شويه على الناس اللي عاقلتك بالعكس كما كل بلاصه فيها الباهي والخايب اكيد. فما ناس ما كانتش صحيح اكيد فما في كل الدومين. يعني حتى كي انا نحكي معك تو ولا اي حد ولا اي واحد يسمع فيا تو نقول له شد صحيح على خاطر انا في برشا مرات نروح لدارنا نروح لامي نقول لها ما عادش راجع. ما غير ما تسمي لي اسامي ما يسويش. احكي لي شنو صار مثلا. ما يخليوكش ما يخليوكش تقدم ما يخليوكش تظهر ما فهمت شنو ما في كيما اي خدمه في شركه ولا في اي صح مؤسسه صح صنعتك عدوك شويه يس معناها نفهم زملاء اي ما حتى زملاء في البروديكسيون فهمت ممكن زملاء ما نحبش نعمل فالناس اخرين فهمت يعني اما في الناس اللي عندها كان عندها وقتها نفوذ ما قدمتش برنامج كريم تقعد بوانوار ممكن يس خاصة انك وريت بعد كي خرجت البلد انك قادر ما تبارك الله ما شاء الله عطوني ثقة الناس اللي انتدبوني سواء كان دبي الرياضية شافوني فين شافوني كنت قاعد كيما هكا
جاني تليفون من دبي، اتصل فيا زميلنا محمد علي فرادي، قال لي انا راني نخدم في دبي الرياضيه راهو الاستاذ احمد الشيخ. باش نحكيو بعد على دبي كيفاش كان الخروج. حتى وقتاش قعدت في التلفزه؟ نعم سامحني، حتى وقتاش قعدت في التلفزه؟ التلفزه من 97 حتى 2002.